السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. جيتكم اليوم بالقلاطة محشوبة بالكفتة أو أي حشوة فضلتيها. عندي المقادير. قبل ما نمشيو الفيديو ما تنسوناش باللايك والبرتاج مع الأصدقاء والأحباب باش تعم الفائدة للجميع، وشكرا لكم بزاف. بسم الله على بركة الله نبداو. عندي هنايا بالنسبة للقلاطة عندي بطاطا مسلوقة سلقتها، عندي كيلو هنايا، وانتم والحجم الافراد العائله ديالكم شحال فضلتوا، نص كيلو او كيلو. وعندي هنايا كيلو البطاطا، عندي ربع الكفته ها هو، عندي جزره محكوكه، فلفله مقطعه مربعات، بصله مقطعه مربعات، معلقه كبيره معدنوس، وزيت الزيتون يعني زيت العود، كل واحد شنو كيقولها. والتوابل انتما تشاهدوا معايا وتشوفوا تتبعوا معايا فيديو من الاول حتى الاخر. خلي البطاطا على جانب. بالنسبه للبطاطا كنحتاج لها جوج بيضات، معدنوس، صحطه للتنسيم، والتوابل هانتوما تبعوا معنا فيديو. بسم الله على بركه الله نبداو. معلقه الملح، معلقة كيمون، انتم تبعوا معنا وتشوفوا الطريقة. معلقة فلفل حمراء او بابريكا، الله يارب يكون اداء موطى. معلقة الخرقوم، جانب الزيت كما قلتكم على حسب اللي فضلتو. انا فضلت زيت الزيتون. بسم الله، ندير كلش مع بعضياتو على البوطة. يتعرق كلشي كيدير دغيا، ما كيتعطلش لا الجزر ولا الفلفل. خلي كلشي يتعلق مع بعضو ونوجدو البطاطا ديالنا. سلقتها بالقشور ديالها كما كتشوفو، انا دائما كنسلق القشور ديالها. دابا المعسه كامله مزيان بهادي او الفرشي كيما تولدش عندي هاد المعسه هادي. من بعد ما معستها كما كتشوفوا ها هي، ها هي رجعت بحال الكريمه، ستمعس مزيان. والكفته ديالي ها هي تعرقات، طابت عفوا، بقى لها شي حاجه غير تشرب ديك الزيت اللي فيها، ما خصهاش تبقى فيها الزيت، خصها تشرب ضروري تشرب ديك الماء الفلفل والجزر. دابا غندير التوابل البطاطا ديالي. هاد السحطار هيدا شي بقى شي بوريقات، معدنوس اللي قطعت، بالنسبة للتوابل كما اللي درت التشاميلا، معلقه فلفل الغبره، معلقه الكينون. وكيبقى اختياري بالنسبه للتوابل، كيبقاو اختيار الواحد
الملح، زدت شي حاجه، صافي هذا الشيء اللي كنحتاج، ما نزيدش شي حاجه اخر. نخلط هذا الشيء مع بعضه باش تجينا من السما البطاطا ديالنا ما تجيش هيداك البصله تجيب التوابل. ها هي خلطت، دابا غنضيف لها البيضات بلا ما يتخلطوا، ولا الا بغيتو تخلطوهم عاد تضيفوهم تخلطوهم وما يتخلطوا. هنايا خلطوا مزيان مع البطاطا حتى يتجانسوا مع بعضهم. هما تخلطوا، كتجي رائعة بالنسبة للناس عفوا العيال اللي ما كياكلوش الخضر ولا ما كياكلوش هيدا الطاجين الكفتة بالبطاطا، تعملوا بهذه الطريقة هذه ياكلوا البطاطا وياكلوا الكفته وياكلوا الخضره واخا ما يحسوا شي بها ملي كياكلوا الخضره. صافي دابا غنجيب الطاوه اللي غندير فيها الغطا ديالي، انتما كتشوفوا جبت الطاوه جبت الزبده هنايا باش ندهن بها باش ما تلصق لي شي، او الزيت اي حاجه متوفره عندك. ندهن على الجوانب كاملين، تقدري توجديها في العشاء او غدا، كتجي خفيفه نفس الوقت ومفيدة. بسم الله، دابا ناخذ النص نوسع هيدا كاملة جوانب، نغطي بهاد الطريقة هادي باش تجي معوطة. الحشوة ديالي هانتوما هي طابت، حاولوا تصفيو الزيت الى باقي فيها شي حاجه ديال الزيت، نحاول ما نخويش هذا الزيت. باش ما تطلق لي شي الزيت ما كتجيش الكراطه ديالي معوطه. من بعد ما عوضت الحشوه ديالي دابا نضيف الطبقه الاخيره، نحاول نضيفها هيدا مفرقه باش تجيني الطبقه معوطه وما تجمعليش الحشوه. نحاول نفزق المعلقه او يدكو، انا جبت قليل من الماء هنايا هانتوما كنفزك فيها المعلقه باش ما كتهزليش، نفس الوقت كتعطيني الشكل معوض. هانتوما باش ما تعذبناش
تعوض وما تخسر لينا شي حشوه. الكراطه ديالنا ضروري ما تستعملكم راه هنايا سالينا. ندير لا لوجب. عندي هنايا بيضه جوج فرماجات ناخذ البيضه. الى متوفرش عندكم الجبن لا ما تقولوا ما كاينش الجبن. هذه باش ندير ليها الطبقه الاخريه. كتجي رائعة وكتعطي لها واحد المذاق رائع وواحد المنظر كيجي رائع. خلطة مزيان بيدي هايدا فرشيت أو بالخلاط الكهربائي باش يدوب لينا الفرماج. بعد ما خلطت الفرماج مع البيضة ها هو تخلط. دابا غندير لها طبقة هيدا من فوقي كما ذكرت معاكم. وخا ما كاينش الجبن ما متوفرش عندكم ما فيها بس ديروا الطبقة هذه كتجي رائعة. صافي عندي الفران مشعول من فوقي ومن السفلي. دابا ندخلها في الفران ونتلاقاو في الشكل النهائي للغاطا ديالنا. تبعوا معنا فيديو ما تمشيو فاين البنات. الغاطا ديالنا هي وجدت جات بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. درت الوجه رائع ومحمر بديك البيضه اللي درت لها والجبن. زينته بهذه الطريقه والتزيين كيبقى اختياري وكل واحد الذوق ديالو. جات رائعه نقسم معكم باش تشوفوا كتجي رائعة. ثم تجي طبقة اختارش بشي حالة تكون ماضية كما شفتو. هاد الطبقة متماسكة شوية ضروري تقطع بالشفرة بالموس عفوا. تجي ولا أروع. بسم الله هانتوما تجي بطبقات. تجي طبقة في الوسط ها هي الكفتة والخضرة اللي درنا ان شاء الله يا ربي كتبان لكم. المهم كتجي ولا اروع جربوها. ها هي الطبقة في الوسط اللي كتحمر من تحت بزاف كتجي رائعة كتر عاد. انا ما خليتهاش يتحمر. ان شاء الله يا رب يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوناش بالبارطاج مع الاصدقاء والاحباب باش تعم الفائدة. وبسلام عليكم حتى فيديو مقبل ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.